صباح الخير نتالي. صباح الخير. موضوع بلشته نتالي الأسبوع الماضي حول البدائل عن الحليب للناس اللي ما بيهضموا الحليب أو اللي بيفضلوا لسبب أو آخر يغيروا. حكيتوا عن حليب المعزة، حكيتوا عن هالأمور. اليوم رح نكمل الموضوع ببدائل جديدة. مزبوط. نحن دايما منحاول نأمن احتياجاتنا الغذائية، خاصة وقت اللي نحكي عن الكالسيوم. وأول شغلة بنفكر فيها هي الحليب. الحليب لأنه هو من المنتجات الغذائية اللي بتحتوي على أكثر شيء نسبة من الكالسيوم، والكمية هي بالإجمال منا كمية كتير كبيرة تنقدر نوصل لاحتياجاتنا. بس في أشخاص ما بيقدروا يستهلكوا الحليب لأسباب عدة، منها الانتوليرانس على اللاكتوز، يعني ما بيقدروا يهضموا السكر اللي موجود بالحليب، أو لحساسية، وهذه نسبة قليلة من الناس. دونك بيلتجؤوا لبدائل الحليب، حليب البقر. فسرنا أنه حليب المعزة ممكن أنه يكون بديل عند الأشخاص اللي يمكن عندهم مشكلة مع هضم البروتينات اللي موجودة بالحليب، بس هذا ما بيعني أنه هني عندهم حساسية على أوكي. الحليب. في أكيد غير بدائل تانية، بس بالنهاية نسبة الدهون هي بتضلها هي ذاتها. أهم شيء نحن وقت اللي بدنا نستهلك حليب نعرف أي نوع حليب بيناسبنا. دونك تنكمل بها الموضوع هذا. اليوم بدي أحكي عن بدائل الحليب النباتية. يعني هون وقت اللي نقول عن بدائل الحليب النباتية، أول نوع حليب درج إذا فيني أقول هو حليب الصويا. وحليب الصويا لأنه يعني نحن بس نقول حليب من نحكي عن سائل لونه أبيض، صح. في يكون حليب بس هو بالنهاية عصير الصويا منه حليب، يعني إذا بدنا نحكي كتكنيكلي. دونك وقت اللي نحكي عن عصير الصويا، بس هو اللون طبيعي يكون أبيض عصير الصويا. مزبوط. أكيد أكيد هو لأنه الصويا بينقع وبيستخرج منه حليب الصويا. نفس الشيء أنا ما رح أقول حليب الصويا، رح أحكي عن عصير الصويا وعصير اللوز أوكي. لأنه هولي بدائل للحليب. كمان في عصير الرز. بون هلا في كتير أنواع. بيقولوا كتير هيلثي مية الرز على فكرة. حسب لشو. خلينا نبلش رح احكي عن 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 عصير الرز. خلينا نبلش احكي اول شيء عن الصوي ميلك. دونك الصوي ميلك هو من اكثر شيء اول واحد درج، لانه ببلاد الاسيويه نسبه كل الناس بتستهلك هالنوع من السائل. هلا هو صحيح أبيض بس ما بيحتوي على نفس كمية الكالسيوم اللي موجودة بكباية حليب. يعني إذا بدنا ناخد حليب الصويا كبديل للحليب، أهم شغلة لازم نعملها إنه نكون أكيدين إنه هالسائل هيدا مدعم بالكالسيوم. لأنه طبيعياً وقت اللي نعمل عصير الصويا ما فيه كمية كافية من الكالسيوم. أوكي. وما ننسى إنه البقوليات بتحتوي على مواد بتخفف من امتصاص المعادن من الصويا اللي مستخرج منها هالنوع من الحليب. دونك كتير مهم وقت اللي بدنا نشتري حليب الصويا أو العصير الصويا إنه ننتبه يكون مدعم بالكالسيوم، يعني فورتيفيه بالكالسيوم. أوكي. يعني الهدف إنه ناخد اللي بناخده من الحليب اللي هو الكالسيوم، مش يعني نحن مش نبدل بس للسقافة أو للعادة أو لل 100%. هلا في ناس بتقول اوكي ده ما فيه لاكتوز. مزبوط، خالي من اللاكتوز، وهو من اول بدائل للحليب استعمل لعند الاشخاص اللي ما بيقدروا يهضموا اللاكتوز. هلا صحيح خالي من اللاكتوز بس ما بيحتوي على كميه كالسيوم كافيه غير اذا كان مدعم. نقطه ثانيه كمان لازم نعرفها انه حليب الصويا بيحتوي على نسبه عاليه من الكربوهيدرات، يعني من النشويات. يعني الاشخاص اللي عندهم مشكله مع الحليب البقر، اذا بدهم يستهلكوا صويا بدهم ينتبهوا على قد في كربوهيدرات وسكر بالحليب الصويا، لأنه في نسبة كتير مهمة من الحليب اللي موجودة بالسوق منضاف لها سكر، طعمتها على فاني، على شوكولا إلى آخره. هولي كلهم بيحتوى على نسب سكر أعلى من العادي. تنبقى بالصويا، في كتير دراسات حكيت أنه استهلاك الصويا بكترة منا منيحة لا الهرمونات ولا الأشخاص اللي سيدات بالأخص اللي عندهم مشاكل بالأستروجين وعندهم استعداد أنه يعملوا سرطان الثدي. آخر دراسات فرجت أنه استهلاك مأكولات تحتوي على الصويا ما بتشكل خطر على صحة هالسيدات، ولكن المكملات الغذائية اللي بتحتوي على مواد معينة عالية كتير
بهالفيتو استروجين اللي هن ممكن انه يكونوا يؤذوا اكيد اكثر بالمكملات الغذائيه من استهلاك حليب الصويا عصير الصويا او اللي هو بدك تاخذي فون كل نتالي اذا في ناطرين اوكي اكيد بدنا نترون نكون حول الموضوع اوكي الو مرحبا الو بونجور اهلا تفضلي في يسال حكيم سؤال تفضلي بس هو عن الحليب بس يمكن غير موضوع تفضلي اذا بليز بتجاوبني تفضلي بونجور بونجور كيفك شو السؤال بدي اسالك سؤال بس عن الحليب بس عن غير موضوع تفضلي انا عم بعطي بيبرون ابني هلا عن جديد على عمر السنه ونص نعم احب حليب معين بعيد لا لا كفي لا لا تفضلي مدام شو السؤال حب حليب معين بس حسيته مش فيه فيتامينات كافية في اخلط له مع حليب تاني بس هيدا السؤال بليز اذا بتجاوبيني ايه هلا انواع الحليب عاده خاصه بعمر السنه بعتقد قالت عمره الولد بتكون مركبه تتكون تناسب احتياجات الولد بهالمرحله هاي هلا انواع الحليب تختلف بتركيبها خاصه لهالمرحله من العمر اذا بدنا نخلط انواع حليب يمكن الدوزاج ما يكون مزبوط يمكن ما تعرف شو هي الكميه اللي لازم تخلطها تتامن احتياجاته دونك بدك كثير تنتبه إذا ملعقة من أول حليب مثل ملعقة من تاني حليب تقدر تستبدل هلا إذا كانوا نفس الكمية لنفس كمية المي فيها تستبدل إذا هو حابب بس تنتبه على أنه يكون التكوين منه كتير مختلف لأنه هون ما منعود نعرف قديش الكمية اللي عم توصل له وتختار بركة حليب مناسب أكيد للعمر أكيد للعمر لنرجع لموضوعنا عن الصويا عن عصير الصويا في كمان الكوكونات ميلك الكوكونات ميلك هلأ كمان رجع درج بس لازم نعرف شغلة أنه صحيح هو طبيعي الكوكونات ميلك يعني لحد معين بس يحتوي على نسبة سعرات حرارية كتير عالية للكبية عنا تقريبا 500 سعرة حرارية وما بيحتوي على الكالسيوم يعني كمان بده يكون مدعم بالكالسيوم مزبوط وننتبه عشان عم ناكل مع فيه نسبة دهون كتير عالية وما ننسى أن الدهون بالكوكونات ميلك مشبعة 90% منها هي مشبعة بتعلي الكوليسترول غير ما عم بينحكى أكيد في الألموند ميلك اللي هو منلاقيه منفكر أنه هو صحي أكتر صحيح الدهون هون غير مشبعة أفضل بس كمان نسبة الدهون فيه عالية مش مثل الكوكونات ميلك أخف بس أكتر بكتير من كبية حليب حليب طبيعي ونسبة الكالسيوم فيه كمان بعد تقريبا ثلث الكمية اللي موجودة بكبية الحليب حتى ولو أنه منعرف اللوز هو من مصادر نباتية جيدة للكالسيوم بس نحن بالنهاية عم ناخد معدل دهون عالي ولو حتى كانت دهون جيدة بكمية كالسيوم منا هي نفسها اللي موجودة بحليب الطازة وكنا عم نحكي قبل الحلقة عن حليب الرز أو مية الرز أول الحلقة كنت عم تقلي أنه مية الرز مفيد للأشخاص اللي عندهم إسهال هيدي من الأشياء الأول شيء بيعملوها عند الأطفال وقت اللي بيكون عنده الولد إسهال لأنه بيحتوي على معدل نشا عالي وبالتالي فيه نسبة كربوهيدرات عالية ما فيه طبيعيا كالسيوم دونك ما نرتكز على هالنوع من السوائل بس إذا كان مدعم بالكالسيوم فينا يكون بديل بس ما ننسى كمية النشويات اللي عم ناخدها عالية كتير بفهم منك إنه في منتجات بالسوق بركي بوزيشند إنه هيدا هيلثي هيدا فيجيتيريان هيدا صح. ولكن منن بدائل للحليب كمصدر للكالسيوم كمصدر لا منن بدائل هلا اكيد الواحد لازم يعرف يختار شو هو نوع الحليب او بديل الحليب اللي ممكن انه يستعمله كرميل تيضل مأمن نفس كميات الكالسيوم لانه بالنهايه الناس تشرب الحليب اكثر شيء لانه بتامن لها كميه كالسيوم كافيه ما حكينا عن حليب الناقه للمره الجايه فينا نحكي اذا عنا وقت هو كثير منيح حليب الناقه صح ثانك يو فيري ماتش ناتالي بريك وشويه سبور